وهذا المصطلح ديال القطاع وزارة التربية الوطنية بدل موظف القطاع التربية الوطنية بدل وزارة التربية الوطنية، كيفاش كتقراوه؟ لماذا زعما علاش ما بقاتش هذيك التسمية ديال وزارة التربية الوطنية واصبحت قطاع التربية الوطنية؟ دابا انتقلنا باش نجاوب على السؤال، دابا انتقلنا للموضوع الاساسي ديال الحلقه. انا تيبان لي زعما صراحه النظام الاساسي الجديد اجاب على الملف ديال الساده الاساتذه اللي كانوا سابقا كيتسموا اطر الاكاديميات. هذا النظام الاساسي حسم هذه المساله هذه، بحيث حتى الى جاب الله هذه الحلقه الى غنخصوها مثلا لهذا الموضوع ديال الادماج، تيبان لي زعما بانه يعني الامر محسوم، ما غاديش نحتاجوا الحلقه في هذا الموضوع. ولكن 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 اذا كرطيتوا على انه هذا الموضوع زعما نحللوا اكثر، ما عندناش ولكن هنا راه البدايه واش ادمجهم او ما يدمجهم من هذه التسميه ديال القطاع والوزاره. ولكن اللي كيشوف هذه التسميه ديال القطاع هو راه المعني به الاساسي هما هذا الاساسي ديال اطر الاكاديميات. انا نجاوب، الامر في غايه البساطه. الوزاره في التشكيل في الهندسه الحكوميه الجديده الحاليه اسمها وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه. الى جينا نستعملوا مصطلح النظام الاساسي لموظف في وزاره التربيه الوطنيه ما غاديش يمكن. لماذا؟ لانه معنا الناس ديال الرياضه، معنا قطاعات اخرى، معنا قطاع الرياضه اللي فيه واحد العدد الاختصاصات، واحد العدد دي. فلهذا سمي النظام الاساسي لموظفي قطاع التربيه الوطنيه. لانه يعني الهندسه الحكوميه كتغير من حكومه لحكومه. هذا هو التفسير البسيط. واذا تغيرت الهندسه الحكوميه غدا ولا بعد غدا غتبقى هذه المساله ديال قطاع التربيه. هذا تصور جديد لتدبير الموارد البشريه. هذه الكلمه موظفي هذه تقريبا راه الان واحد العدد القطع تيتخلاو عليها. يعني انتم كتشوفوا ما عندهاش علاقه بين شي علاقه تمييزيه او شي دلاله ما لكونها انها يعني كتعني شي شغيله تعليميه بدون يعني ماشي موظفين، يكونوا فيه موظفين وغير موظفين. ام ايوا كي غتكون زعما هاد اش من دلاله زعما راه تيبان لي بان الموظفين الان تجمعوا في واحد النظام. الا قريناه من الماده الاولى حتى الماده النهائيه كنلقاو على ان كنتكلموا على الاساتذه وعلى المتصرفين وعلى باقي الفئات اللي هما اربعه الهيئات غنفصلوا فيها. ولكن زعما العنوان ان نحملوه شي اكثر مما يحتمل، الماده الاولى هي اللي كتحسم هذا الجدل. كتقول لك اودي هذا نظام اساسي كيجمع جوج الفئات سابقا اللي هما الموظفين ديال الوزاره، يعني اللي طلطفوا سنوات هذه قبل 2016 وكيجمع كذلك معهم ما يسمى باطر الاكاديميات. وقالت الماده الاولى قالت بانه في هذا النص التشريعي كله هو راه غندمجوهم غنسميهم الموارد البشريه. راه تسميه الموارد البشريه راه هي تحديد التدبير ديال في القطاع. راه يعني مصطلح الموظفين ما بقاتش تستعمل هذا المصطلح، ما بقاش كيتستعمل اليوم في جميع يعني التخصصات ديال التعليم العالي ديال الماناجمنت وديال علوم التدبير. كنتكلموا على واحد التخصص، واحد لا سبيسيتي سميتها لا جيستيون دي ريسورس هيومان، تدبير الموارد البشريه. الان هذا النظام تنعاود نقولها باسم الوزاره انه يجمع جميع الموظفين. والدليل ان الرساله التأطيريه ديال السيد رئيس الحكومه في شان وضع الميزانيه ديال 2024 كتكلم هذه الرساله على المناصب ديال التوظيف والمناصب الماليه اللي تعطات للقطاع، اللي هي مره اخرى ازيد من 20,000. السي ادردور كيقول لك هو كيتخلص من نفس المصدر اللي كتخلصوا منه نتوما، وكيقول بانه ما كايناش شي حاجه سميتها خلاص ديال الاطر من المعدات. ووضحنا بصفته كمدير اكاديميه واطار وزاره التربيه الوطنيه، راه تيهضر راه ممثل وزاره التربيه الوطنيه. نتوما كاساسي التعاق اش كتقولوا في هذا الشيء؟ مرحبا، بعدا نجاوب على واحد المغالطه مره السي ادردور اللي هي انه كيتخلص من نفس الاجر اللي كنتخلصوا منها حنايا. بتاتا هو موظف ديال وزاره التربيه الوطنيه وراه خدام منذ سنوات كاستاذ الدرج حتى وصل مدير اكاديميه. هذه وحده الاولى اللي كيتكلم عليه هي التعويضات ديالو كمدير اكاديميه اللي تبارك الله هي واصله هنا ما يفوق 5000 درهم. ما 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 لا 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 داعي لذلك. لا ما كاينش 5000 درهم، لا ما كاينش. المبلغ ما ماشي غنكذبوا، حنا كنشوفوا غير المصدر، غير في اطار احترام. ماشي هو هذاك في اطار احترام. حنا كنهضروا على المصدر. مرحبا، المصدر مختلف. انا ما نسولكش شحال كتخلص، وانت انا ما بغيتش واحد يقول لي شحال كنتخلص. لا نقولوها سي ادردور كيتخلص من الميزانيه الخاصه بموظفي وزاره التربيه الوطنيه. ابدا، حنا
جميع المدن الاكاديميات دابا كنتكلم قدام 30 40 مليون مغربي. جميع مدن الاكاديميات منذ 2006 فاش دخلت انا مدير منذ 2006 منذ 2006 راه 17 سنه تبارك الله. وانا كان وعندك في التعليم 41 سنه الاجر ديالي هو بالضبط هو هذا دورت عليه ماشي 50000 درهم هو هذا 35000 درهم كناخذوا من هاد الميزان الاكاديمي وجميع المديرين ب 12 بهم وكنتكلم امام راي العام ما تلعبوش هنايا جميع المدن الاكاديميات تؤدى اجورهم من الان. طيب اولا باش واحد المغالطه ماشي تنجاوب على سي مصطفى تنجاوب على كل من ينتقد هاد باب المعدات سميتو في الميزانيه وراه قراها سميتو باب المعدات والنفقات المختلفه هذا ما يسمى بميزانيه التسيير اللي نعاود نقول انا كنتخلصوا منها حنا كلها وكيتخلصوا منها النفقات طيب هذا الاول. ثانيا هادشي كله اللي دلابي السي مصطفى الوثائق ما في ديك الوثيقه ديال وزاره الماليه وغير ذلك هادشي كله عنده علاقه بما سبق ما بما هو حاليا الان لا السي مصطفى ما قاطعش غادي قاطعك على الاحسن انا تكنت كنصنط لكن شوف الله يرضي عليك هادشي كله اللي قرا السي مصطفى في دوك الجداول ديال الميزان ديال ذاك العام وذاك العام ومختلف السنوات هذاك الشيء عنده علاقه بالصفحه اللي طويناها يعني من النظام القديم اكيد الان هذا النظام القديم هذا النظام الجديد دمج الموظفين كلهم في واحد الخانه سميتها الموارد البشريه بحيث انه 140 الف ان شاء الله اللي تضفات منذ 2016 هما دابا واحد المجموعه غادي يدمجوا كلهم يعني بانه باش نصحح شي حاجه مهمه غيدمجوا كلهم كيف غيدمجوا واش غيدمجوا ولا دمجوا السي مصطفى واش دمجوا ولا غيدمجوا في الوظيفه العموميه في الوظيفه العموميه اسمح لي واش اسات الوظيفه العموميه سالوا واش سمح لي كنتكلموا على جاوبني على السؤال جاوبني ما تقطعنيش جاوب على السؤال لا غنجاوبك على السؤال تدمجوا في اطار النظام الاساسي الجديد في اطار الموارد البشريه ديال القطاع هاد الاخوان الان اللي دوزوا الترسيم سابقا هما الاول اللي غادي ينجحوا في هذه المباريات هذيك المجموعه ديال الاخوان اللي هو مساكن ما عندنا ما نقولوا لهم حنا ما لان كانوا ضحيه كانوا راهينا ديال هذا هو السؤال راهينه من جهه سياسيه ما ماشي سياسيه ابدا لا راهينه من راهينه من يمثلهم بعد جميع المراسم اللي غادي تصدر اللي كتفعل هذا النظام الاساسي هذه المراسم فيها نقاش مع النقابات هنا بمعنى جايين دابا هذا اي نقابات اللي معها نقاش والنقابات قالت لك وقفت ما بقاتش خرجت بلاغ كتبرى وكتقول لك بان الوزاره لا اسمح لي شوف نجاوب النقابات مع احترامي الاربع نقابات اللي كانت جات النقابات بقات لا ديغنيغ مينوت اخر لحظه صاغت واحد المذكره فيها واحد العدد ديال النقاط واحد النقطه في هذه النقاط هي اللي فيها نقاش اللي هي الناس اللي تضفوا الناس اللي تضفوا من الفلاس اللي تضفوا في السنين 7 و8 سابقا واللي تقاعدوا هادو خص نقاش بين الوزاره وبين صناديق بين صندوق التقاعد هذا اما الباقي دوك النقاط كلها وتنقولها سو لو كونترول ديال الوزاره والنقابات كلها مطالب جديده اش قلنا في الاتفاق ديال 14 يناير 2023 قلنا ودي هاد المطالب كلها راه باقي غندرسوها وحنا غاديين ولاش داروا النقابات ولاش دار الحوار الاجتماعي واش زعما صافي غنحلوا جميع المشاكل ما غاديش تحل جميع المشاكل طيب. غتبان مشاكل تحلتي جميع المشاكل ما كاينش نظام اساسي في الدنيا ولكن من يتتبع المشهد المغربي الان ومن يتتبع شنو واقع في الشارع المغربي الان كيقول بان هذا النظام الاساسي الجديد راه ماشي جا حل المشاكل بل جاب المشاكل انا نعطيك علاش يوم 5 اكتوبر اللي هو اليوم العالمي للمدرس ما فهموش الناس كانت شوارع الرباط تغص بالشغيلة التعليمية لماذا في نظركم هذا النظام مع استمرار الاحتجاجات ما تقراش النص مزيان واخا وثانيا فهموش الناس التحفيز الناس اللي كانوا كيحتجوا كيقولوا انا استعرض عليك اش كيقولوا بسرعه لان الوقت لا عارف اش كيقولوا حتى المتتبع ديالنا يقولوا وانت السي مصطفى حتى هو لا كيقول لك اسيدي اثقل كاهل الاساتذه بمهام اضافيه دون مقابل كيقول لك مهام غير محدده اش كيقولوا كيقول لك هذه المهام غير محدده كتقول الوزاره اي نعطي لك كله وجاوب كله كتقول لك اودي
هذه المهام غير محدده، عندهم تخوف من ان هذه المراسم اللي غادي تحددها ما واضحاش، يقدر هذيك المهام تولي اداه استغلال من طرف الاداري لديك المدرس، ويقدر مثلا هذه المهام تقول له ما نعرف شي 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 عمل هو ما كيعرفش يدير، عدد ساعات العمل غير محدده، كيقول لك علاش سكت على ساعات العمل في هذا النظام الاساسي، وبالمقابل سقف سقف التعليم مادة 42 على ما اعتقد 42 سقف السن ديال التعليم، وكيقولوا كذلك انه العقوبات من جوج ديال الدرجات الكات كات، من جوج درجات اربع درجات، العقوبه الدرجه الاولى، العقوبه الدرجه الثانيه، العقوبه الدرجه الثالثه، والعقوبه الدرجه الرابعه. كنقول اش كيقولوا، كنقول لك كيقولوا مزيان مزيان بلاتس مزيان نزيد ولا بارك نزيد زيد نجاوب على كل شيء. انا بغيت زعما نسهل عليك الطريق، تفضل نسهل عليك الطريق. لا هادو هما اش كيقولوا، كيهضروا على الفلوس والزيادات، كيقول لك علاش اودي هذا النظام الاساسي ما هضرش على الزيادات ديال، تيقول لك جوابا على 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 الوزاره اللي كتقول لك ماشي حنا اللي غنزيدوا خصو وظيفه العموميه، كيقول لك مثلا الاساسيه ديال التعليم العالي، الاساسيه ديال التعليم العالي دامهم نظام اساسي جديد وفيه زياده ديال 3000 درهم اللي غتطبق على 3 سنوات واللي توقع فيه توقع عليه مع 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 رئيس الحكومه. علاش هاد الناس ما عندهمش زياده مباشره؟ كاين مثلا امور يعني تفضل شوف صديقي تعطيني واحد شويه الوقت نجاوب، انا نعطيك شويه ديال الوقت صافي عطيني شويه الوقت نجاوب على هادشي كله مازال باختصار شويه كتقدر عليا انا دقيقه تجوج. لا لا دابا اقل من دقيقه، انا 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 وصلت اللغه العربيه تنعرف كيفاش غنختصر. الله يرضى عليك انت. شوف الله يرضى عليك، الناس خداو النظام الاساسي بالمفهوم ديال زمان، كنمشي كنقلب فيه على الفلوس وعلى الزياده، يعني هما باغيين غير الفلوس في هذا. لا 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 ما تنقولش هكذا، لا تنمشيو كنقلبوا على الجانب المادي. الله يكبر بك، هادشي ما تنتمش رجال التعليم ابدا. لا بالعكس ما نقدرش نقول هذا الكلام، ما تقولنيش حاجه ما بغيتش نقول. لا قلت لك زعما واش نفهم. شوف النظام الاساسي فيه الشق المعنوي والشق المادي، صافي. النظام الاساسي نهل كما قلنا من واحد العدد ديال النصوص، ماشي غير نص الوظيفه العموميه، القانون ديال الوظيفه العموميه الظاهر، من واحد العدد ديال النصوص، وجمع واحد العدد المحاسن، بحيث انه اولا تيربط الترقيه بالمردوديه، لانه اليوم بان على انه ملي كنعطيو ومني وجبد ملي كنعطيو للناس كل واحد الزياده معينه، تاع ديك الزياده ما كتكونش لها اثر على المردوديه. اليوم الجواب على القضيه ديال الزياده لبعض الفئات اللي ربما انه تتقل ما تزادلهاش، اولا عندها لاكسي، عندها يمكن الترقي حسب حسب ديك المباراه اللي غادي تجي وحسب ديك الاسلاك اللي تحلات وغير ذلك، هذا هذا وديك المراتب اللي كاينه. المساله الثانيه هو ان عندها التحفيز، خلقنا اليوم واحد التعويض ديال 1000 درهم تقريبا في الشهر في المدارس المدارس الرياده. كيقولوا ما كتجيش 1000 درهم، كيقولوا 12000 درهم مقسومه على، لا هي 10000 درهم مقسومه على 12، لا هي 10000 درهم على 10 شهور، على 12 على، لا على 10 شهور، على 10 شهور 10000 درهم، بحيث انك تغطي شهور الدراسه كلها. هاد ال 10000 درهم عندها علاقه بمدارس الرياده، هاد المدارس الرياده راه بدات اليوم حنا في 628 هذا العام، هذا ما نصوش على القانون الاساسي مدارس الرياده. انا دخلت تما راه كيجي في النصوص التطبيقيه، هذه راه النظام الاساسي مدارس الرياده، وحنا جايين ليها راه جات في اطار ديك ديك المنصه اللي فتحت الوزاره والاستشارات اللي دارت. إيه ولكن راه هذا كل هذا اصلاح لا يجزى، راه كل لا يجزى، راه النظام الاساسي كنا خدامين في الورش ديالو مع المدارس الرياده ومع مع بزاف المشاريع. غير لو سمحتي انا جاي انا جاي وما تقطعنيش باش ما نطولش، باش نوضح باش ما نطولش، الا قطعتي غنبدا نشرح اكثر، الا خليتيني غادي نوضح. تفضل. داكوغ تفضل. مدارس الرياده غادي تكون عندنا ماشي في ابتدائي، عندنا 2000 غتزاد العام الجاي، غنوليو في ثلاثه الاضعاف ديال هادشي اللي كاين حاليا. وحسنا الظروف ديال ديك المؤسسات والتعويضات ديالهم وتعويض المفتشين المديرين غير ذلك. داكوغ. عندنا لو كوليج بيوني حتى هو الاعداديه اللي غتكون في الرياده والثانويه غتكون في الرياده، يعني بالنسبه للاساتذه في واحد الشق ديال الزياده تربط بالمردوديه، لان هذا مدرس يعني لقيتوا لهم مخرج كيفاش تزيدوا لهم في الراتب بشكل من الاشكال، لكن بمقابل لا عنده علاقه مثلا الشروط ديال مدارس الرياضه كاين اللي كيشوف. ايوا باش نوضحوا، لا معليش بابا هذا الوقت كامل نكمل لك نوضحوا باش نوضحوا. كيقولوا هما كاين البعض اللي كيتخوف من ان هاد المدارس الرياضه وهاد المبادرات اللي كطرحها الوزاره شنو غتولي وسيله لضغط الاستاذ. لا بغيتي مدارس الرياضه ما ديرش اضراب، لا بغيتي دير مدارس رياضه ما ديرش ديك عدم تسليم النقاط لا 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 ل
دير المسار دير الحق الدستور لا ماشي لا لا شوف يعني هما هذا تخوف هذه مغالطه ماشي صحه حق الاضراب دستوري كاين صلاه الدستور مثلا هذه امور ما تلعبوش بها واش كتقاطعوا اصبر الاقتطاع لان مقابل العمل الاجر قبل العمل الدستور لا عافاك ما تدخل الدستور شوف الاقتطاع نصوص على الحق مشروع الحق الدستوري انه مقابل العمل ما غادي غادي تديني شي حاجه الغياب ماشي الاجاب استغرا الغياب لا الغياب والاضراب حنا موضوع اخر هذا وانت يلا جيتي الاضراب حق الدستوري تفضلوا عليه شوف مدرسة الرياضة مدرسة متميزة ماشي وسيلة للتحكم في الأساسية أبدا هو بعد فيها الفولونتاريا فيها الرغبة راه كاع المدارس الرياضية يترشحوا لها الناس دابا يترشحوا عن الرغبة حنا تنقولوا هو باغي كاع الفرق التربوية ديال مدارس الرياضة اللي كتشتغل في 628 مدرسة كلهم ناس اللي عبروا عن طواعية أنهم باغوا يديروا ينخرطوا في المشروع ثقافة الفريق كاين جوج المدارس اللي فيها واحد الإشكال وحدة في الدار البيضاء وحدة في قليم في العيون فقط هاد جوج المدارس من 628 الباقي كله خدام وغيتوصوا بالتعويضات ديالهم الشهريه كيف ما تنصح يعني من خارطين في مدارس الرياضه هذا الرسالة التحفيز هذه هي الجوده اللي كنقلبوا عليها هذا هو باش ننجحوا الانظمه التعليميه الاخرى وهذه باش ننجح التعليم الخصوصي حتى هويا باش كيحقق المردوديه بهذه الطريقه هذه هذا شق من الزيادات زياده على انه عندنا رتبه عندنا الرتبه الشهاده عندنا الرتبه الجديده ما كتبقش هذا الشيء باش ما نديرولوش دعايه عفوا راه التعليم الخصوصي اللي كيديروا في عباد الله اللي خدامين عنده وانت زعمتيني وانت دابا على شي حاجه اللي غير عرضا كتبتها قلتها ايوا ما دوز عرضا نقول لك بعض المدارس الخصوصيه بعضها ماشي تنقول واش نقول بعض الخصوصي راه في ديال التعليم العمومي واخا من هي بعضها التعليم المغربي من هي بعضها متفق واش هذاك مكون علاش ماشي مكون ما نقولوا لا طيب نكمل لك هاد المدارس غادي تزاد العدد ديالها ولكن زدنا كذلك ترقيب الشواهد اللي كانت توقفت منذ 2003 الترقيب الشهادة وخارج خارج الدرجة يعني كاين بزاف المطارح حنا ما غيرش نقولوا اللي بغينا نركزوا على هذا الموضوع على النقطة ديال الأساسية غيجيو النصوص التطبيقية ديالها وغتكون بالاستشارة مع النقابة التعليمية وراه باقي واخا هاد 1000 درهم ديال مدرسة الرياضة واش غتبقى هكذاك إلى الأبد الأبدين واحد غير تزاد فيها واخا بمعنى اخر بمعنى اخر هذا الشيء مفتوح على 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 التطبيق بمعنى اخر الخير جاي اكيد طيب. لا ان هذا النظام رغم وجوده رغم كل ما جاء به حسب ما تقول من حل للمشاكل الا اننا ما زلنا نرى التلاميذ كيمشيو للمدرسه وكيقولوا لهم الاستاذ ما كاينش كاين حتى تشوفوا تلاميذ كيرجعوا بحالهم ديورهم وكيجي وعنده جارو اللي باه كيقريف لك انا جاي لك اللي باه عافاك اللي باه كاين جوج جيران واحد كيقرا في العمومي واحد في الخاص كيجي هذاك اللي كيقرا في العمومي كيقول له الاستاذ ما جاش هذاك اللي في الخاص راه قرا تيضطر يدي ولده للخاص واش هذه خدمه للخاص اولا ثانيا هذا الاستاذ هذا الاساتذه كيقول لك راك نتوما اللي مسؤولين على هذيك العمليه نتوما اللي تفشل وما طريتوهم لهذا الشيء داك العام فاش كانوا داروا رهنوا نقاط التلامذ نسيتيها ولا راه ما تنساوش حنايا هذه عندي عليها جواب شنو نتوما غديروا في ظل هذا الوضع واش هذا كتشوفوا بانه حل كافي وغادي تنزلوا عند الناس وتوضحوا لهم وتشرحوا لهم ام انكم ممكن تجلسوا مع هاد المحتجين وتسمعوا لهم وتقدروا تعدلوا ما يمكن تعديلوه حنا اولا في الاعلام حنا نازلين الى راه الا قبلتي عندنا حنا نازلين رحبتي بالغلبه اي مرحبا جزء من العمل اللي كنديروا حتى حنا جزء من العمل ديالنا باش نوصلوا للرساله هذا فجيت باش اذا حنا وضحنا ما فيه الكفايه انا اللي غنقول هو كالتالي اليوم تنتكلموا عن نظام اساسي كاع فيما جبدنا شي ورقه ديال قبل ما خصناش باقي نجبدوها راه قلت قبيله قلت لك انا هذه الحلقه في علاقه كاع ما كاينش مبرر ديالها لان الامور واضحه نظام اساسي جديد نظام اساسي جديد انا تنطيب لي شيء طبيعي تكون ردود الفعل علاش ماذا لانه خصهم الناس يقراوا هذا النص هذا ونتحاوروا عليه وحنا جايين وباقي المرحله ديال النصوص التطبيقيه راه هذا غير الاطار راه مازال جاي واحد العدد القرارات اللي فيها السنوات اللي فيها الشروط اللي فيها يعني المناصب ديال الترقيه اللي فيها واحد العدد يعني الاشياء كيف قلت لك دابا هذا الخير جاي بمعنى زمن 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 الشح ولا زمن 12 نظام اساسي وزمن ما تدوش المباراه وزمن ما تناقلش الا جهويا مشى بعد واحد القضيه خص الاخوان يعرفوا واحد قالوا الحمل شوف واحد المساله علاش نديروا علاش عندنا مفتشيه عامه ولاش عندنا ديوان المظالم اللي
عنده شي تدلونسيو يديه يصيفطو للقنوات الرسميه. وعلاش هو الوزاره ولا استاذ؟ لا هادشي عادي التدبير. شنو هو استاذ؟ راه التدبير هو هذا. ولكن الوزاره ديالنا مشى لبلاصه اخرى، واحد المنطقه، واحد المدير المؤسسه مثلا عنده الخصاص واضطر يدير واحد العمليه معينه. عندنا المفتشي العامه اذن صاغيه، عندنا جوج المفتشات عامه، الشؤون التربويه والشؤون الاداريه والماليه. هادشي في المشاكل ديال القطاع، ماشي في المشاكل اللي عندها علاقه بالماليه. وكاين اللي كيمشي للقضاء الاداري، سما بالعكس بلادنا زعما راه قطعت اشواط كبيره في 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 هذا. هذا اللي غنقول وقت الثاني. الله يجزيكم بخير. الرساله اللي غنوصل هي كالتالي، هذا النظام الاساسي خصنا بعدا نقراوه اولا نفهموه ونطوروه، وفي الاتفاق ديال 14 يناير ونعاود نقولها، ورد في الاتفاق على انه سيتم مراجعه هذا النظام الاساسي كلما دعت الضروره الى ذلك. ما كايناش شي حاجه منزله. والقطاع ديال التعليم اللي فيه واحد العدد الفئات هو اضخم قطاع، راه ماشي سهل، راه ملايين التلاميذ وراه الاف المدرسين والاف الموظفين. ولهذا لابد من تكون ثغرات. حنا هنايا نكونوا ايجابيين نحسنوا، ولكن اللي صعيب ولا كنمروا المغالطات. واليوم تيبان لي بانه خارطه الطريق 22-26 فتحت اوراش، ومن ضمن هذا الورش هذا اللي ما كانش سهل، راه المخاض ديال 20 عام، راه كنتذكر من 2003 وحنا في هذا النظام الاساسي. ماشي معنا الحكومات السابقه ما دارت والو، كل واحد كيدير واحد الدرجه، كيدير واحد البريكه. وحنا غاديين كنبنيو كنبنيو كنبنيو، وصلنا لهذ المرحله. واحد النهار عاوتاني 2040 ولا 2035 ولا 2050 غيبدا يبان داك الشيء بانه متجاوز.